القبرصي في ايضا خلال زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 وزي ما بقول لحضراتكم طبعا احتفاء كبير بالاستاذ محمد ابو العنين خلال الجولات الانتخابيه الجيزه يعني بنقدر نقول كده شباب وسيدات وفتيات واطفال ورجال دائره الجيزه بمناطقها المختلفه ما في منطقه بينزل الا واهل اهل هذه المنطقه زي ما حضراتكم شايفين كده بيخرجوا وشبابها بيخرجوا لي أيضا دعم كبير للاستاذ محمد ابو العنين اللي هتكون الانتخابات ان شاء الله يوم الثلاثاء ويوم الأربع القادمين هيوضح لنا النهارده الكثير من الملفات لي آآ آآ التي دفعته لخوض هذه الانتخابات كان من سنوات ايضا تحدث ايضا عن الـ 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 مشاكل الناس أوقف هدم منازل خاصة بالمواطنين كان لي أيضا تدخل لحل مشاكل خاصة بمنطقة المنيب تطوير مستشفيات وبناء مستشفى أعتقد أم المصريين أم المصريين آه مستشفى 57 سبعة 57 كان أحد الداعمين والمشاركين والمتواجدين في وضع حجر أساس هذه المستشفى اللي أصبحت النهارده علامة متميزة شارك وقام بتطوير العديد من المساجد والكنائس تحدث ايضا قام ايضا بامور كثيره تتعلق بخدمات للمواطنين في دائره الجيزه وخارج حتى دائره الجيزه له له اسهامات كثيره كان له ايضا مقترح مهم حوالين تطوير كورنيش النيل بيتعمل في هذه الايام هنقدر نفتح ملفات كثيرة مع ضيفي الكريم الأستاذ محمد أبو العنين بعد قليل وهذا الرجل أيضا التعاون اللي مبادرته لتحديث محافظة الجيزة والتعاون مع جامعة القاهرة وخلال تواجدي في مجلس النواب وتمثيل أبناء دائرة الجيزة طبعا لقيام بإجراءات تتعلق بمحافظة الجيزة ودائرة الجيزة بالخدمات صرف الصحي رصف الطرق مدينة حديثة كل هذه الأمور هنقدر نتكلم فيها مع الأستاذ محمد أبو العنين ونتكلم فيه كمان عن الدعم الدولي وعن كمان اللقاءات الأكثر الخارجية اللي هي زي ما بقول لحضراتكم يعني كان من كل زيارات واللقاءات كلها تتحدث يتحدث فيها عن الدولة المصرية هنتكلم عن هذا الرجل اللي بدأ زي ما نقول كده بدأ مسيرة ناجحة من من بدايته كانت إيه لحد ما وصل النهاردة بقى إيه الحمد ما شاء الله وإزاي نجح سياسيا كمان إزاي من البرلمان المصري أصبح رئيس البرلمان الأورو متوسطي ازاي من البرلمان المصري اصبح ايضا رئيسا للجمعيه البرلمانيه للبحر المتوسط من البرلمان المصري اصبح ايضا بالانتخاب كل بقول عليه بالانتخاب رئيسا للجنه البرلمانيه الدوليه لحل مشكله الالغام الارضيه اللي شكلت من عشرين دوله اوروبيه وعربيه بين 2005 و2007 ازاي ايضا الدول ال 37 دوله ينتخبوا هذا الرجل في 2010 ليكون رئيسا للبرلمان الاورو المتوسطي ازاي استطاع في الجلسات يتحدث عن موقف الدوله المصريه في مواجهه أحد المسؤولين الإسرائيليين كان حاضرا أحد الاجتماعات في البرلمان المتوسطي وتحدث بشكل واضح عن عما تقوم به مصر ولقن الوزير الإسرائيلي وهتشوفوه معنا مع الأستاذ محمد أبو العينين لم يكون معنا بعد قليل يعني بعد ثلث آه ساعه من دلوقتي ان شاء الله نقدر نفتح عشان نديله مجال كبير كمان للحديث حول العديد من الملفات حول ما سيقدمه لاهالي الجيزه ما قدمه وما سيقدمه, وما سيقدمه ولماذا يخوض هذه الانتخابات في هذه المرحله ويعني هيقول لنا الكثير من القضايا